السلام عليكم. النهارده هنجرب نشفت الخضار مع بعضينا في ان احنا نطلع الشربات من القطايف. انا قلياها عملتها دلوقتي، هي سخنه ما نزلتش الا ما فيش حاجه، اهي نزلت حاجه بسيطه قوي، يجيش ربع معلقه زي ما انتم شايفين كده من الشربات بتاعها كده. الشافه حاجة، شوف نزلت ولا لا. شفتوا، هي ممكن ما تشيليش الغطا علشان تنزلي اللي فيها، هي اهي ليها فتحة عشان لو الشربات اكتر ليها فتحة اهي تنزلي منها. شفتوا قد ايه؟ لسه